صباح الخير يا شباب، او مساء الخير حسب ما هتشوف الفيديو. مش عايزكم تقلقوا خالص يا جماعه، احنا ان شاء الله هنبتدي من الجزء اللي احنا وقفنا عنده. احب اعرفكم بنفسي لو حد مش عارفني، انا مستر محمد ماضي، مدرس فيزيكس فيكتوري كوليدج سينيور ديبارتمنت. المفروض ان احنا هنبتدي مراجعه كده على اخر جزء احنا اخدناه قبل ما نقف طبعا، عشان افكر الناس واعمل لهم ريفريش، وان شاء الله نكمل بقيه الجزء دوت ونكمل بقيه المنهج. طيب المفروض الدرس بتاعنا اللي هو يونت 3 شابتر 2 يونيفرسال جرافيتيشنال اند سيركلر موشن. طيب الدرس دوت المفروض بيتكلم مينلي على قانون نيوتن بتاع الجاذبيه اللي هو المفروض وقع على دماغ التفاحه والقصه الحزينه دي. طب احنا الفكره كلها بدات ازاي؟ قال لك بالنسبه لك نيوتن دوت هو المفروض قبل ما يبقى عالم فيزيكس هو اساسا عالم ماثماتكس، يعني دوت اساسا في الاساس عالم ماثماتكس او ماثماتيشن، كان المفروض بيتكلم عن حاجه اسمها داينامكس. واتس مينينج اوف داينامكس؟ يعني اي اوبجكت بيعمل عمليه موفينج من بليس تو انذر بليس كان هو اللي بيدرس ازاي بيموف وليه بيموف وايه الفورس اللي بتخليه يموف. طيب كل اللي عمله نيوتن في حياته، نيوتن فيرست لو سكند لو اند ثيرد لو. تاني يبقى انا دلوقتي كل اللي درسناه المفروض نيوتن فيرست لو ان اي اوبجكت يفضل محافظ على الفاليو بتاعته او الستيت بتاعته، لو ستاتيك يفضل ستاتيك ولو موفينج يفضل موفينج، دوت نيوتن فيرست لو. سكند لو قال لك الاوبجكت دوت اثرت عليه فورس وابتدى يتحرك، الفورس دي اتحسب ازاي؟ ماس تايمز اكسلريشن او الدلتا بي تشينج المومنتوم على الدلتا تي، ودوت كان اول درس عندنا في المنهج الترم الثاني. طيب نيوتن ثيرد لو اللي خدناه اخر الترم اللي فات، فور افري اكشن ذير از رياكشن ايكوال الماجنتيود اند اوبزيت ان دايركشن، لكل فعل في رد فعل ايكوال في نفس الماجنتيود بس اوبزيت في الدايركشن. طيب كل الكلام دوت هو بالنسبه لك اتجمع صدفه وقضاء من عند ربنا ان احنا يعمل لنا القانون دوت يونيفرسال جرافيتيشنال اند سيركلر موشن. طب دوت بقى ازاي؟ طيب انا حابب بس اعمل لكم كده رسمه بسيطه نشرح عليها الدرس بتاعنا. احنا المفروض عندنا نيوتن كان كائن متوحد عادي جدا، كانش عنده اصحاب كتير يا جماعه، كان دايما بيحب يقعد يقرا كتب. فالراجل كان قاعد تحت شجره التفاح في مره، الفكره كلها هما فيها ان شجره التفاح ديت اي تفاح يا ابني بيقع على اي بني ادم الناس كلها بتاكله الا ابننا نيوتن بيطلع قوانين طبعا ربنا يبارك له. الراجل دوت يا جماعه غير مجرى الحياه كلها بسبب تفاحه. طيب اهو تعال نرسم نيوتن بتاعنا، عمنا نيوتن قاعد تحت الشجره يا جماعه بيقرا كتاب عادي جدا. ادي شعر نيوتن عشان حد يقول لي شعره كان كبير. الراجل دوت يا جماعه كان قاعد بيقرا كتاب في امان الله عادي جدا تمام، وقعت فوق دماغه تفاحه زي ما بتقع على اي دماغ حد بني ادم طبيعي. طيب الراجل دوت وقعت التفاحه فوق دماغه، قعد يسال نفسه شويه اسئله، وتعالى نشوف الهري اللي هيقوله ده. قال لك هو التفاحه دي مش تعتبر اوبجكت تمام، طب انا دلوقتي الاوبجكت دوت ايه اللي يخليه يسيب حاله الاستاتيك بتاعته اللي هو كان ثابت فيها، وان انا دلوقتي ابتدي اقع واتحرك بالشكل ده؟ طيب الراجل ده كان لسه مطلع ثلاث قوانين، نيوتن فيرست وسكند وثيرد لو. قال لك طب انا دلوقتي الاوبجكت بتاعي غير الاستيت بتاعته، بدل ما هي ستاتيك بقت موفينج، معنى كده ان في اكسترنال فورس اثرت عليه ولا لا؟ طيب انا دلوقتي بالنسبه لك لو حبيت احسب الكلام دوت هحسبه ازاي؟ انت دلوقتي لما تيجي تبص عندنا بالشكل دوت، انت هنا عندك جراوند، والجراوند ديت تعتبر اوبجكت. هو اوبجكت كبير بس دوت يعتبر اوبجكت، اثرت بالنسبه لك على الابل دي، والابل دي انذر اوبجكت. فنيوتن لما جه اتكلم قال لك بالنسبه لك الجراوند بتاعتنا اثرت على التفاحه بتاعتنا باي اكشن فورس. طيب نوع الاكشن فورس دي ايه يا شباب؟ قال لك نوع الاكشن فورس دي اتراكشن فورس، يعني الجراوند اثرت على الابل ان هي تشدها ناحيتها. طب وطبقا لكلام نيوتن بتاع ثيرد لو، فور افري اكشن ذير از رياكشن ايكوال الماجنتيود اند اوبزيت ان دايركشن، يبقى انا دلوقتي الاكشن فورس اللي اثرت بيها من الجراوند على الابل، الابل نفسها هتردها لها بنوع تاني اسمه الرياكشن فورس. طب ونوع الرياكشن دوت ايه؟ قال لك برضه اتراكشن فورس. طيب طبقا للكلام اللي قاله نيوتن دوت، قال لك يبقى انا دلوقتي الجراوند دي شدت التفاحه ناحيتها، بس الشده ديت هل هي فورس واحده ولا اتنين؟ لا دول اتنين. ازاي؟ انت الجراوند اثرت والابل برضو اتاثرت، يبقى انت دلوقتي عندك اكشن وعندك رياكشن، والاتنين دول لما تجمعهم مع بعض هيعمل لك بالنسبه لك حاجه عندنا اسمها الاف كابيتال، واللي قال عليها نيوتن لما نيجي دلوقتي نبص عندنا كده بالشكل ده، الاف كابيتال اسمها ميوتوال اتراكشن فورس. طيب ايه الميوتوال اتراكشن فورس اللي بيتكلم عليها دي؟ ديت يا جماعه الشهيره عندنا قدام باسم الجرافيتيشنال فورس، قوه الجاذبيه. يعني انا دلوقتي بالنسبه لك الاف كابيتال اللي قال عليها نيوتن
اللي جت من الاكشن ومن الرياكشن دول الاثنين مع بعض اتجمعوا في فورس كبيره. الفورس ديت هنا هتبقى شهيره بعد كده باسم جرافيتيشنال فورس، قوه الجاذبيه. طيب نيوتن راح جاي قال لك كلام مهم جدا، ان الاف كابيتال دايركتلي بروبورشنال مع ام كابيتال تايمز الام سمول. مين الام كابيتال دي؟ الماس بتاع البيجر اوبجكت اللي هو الماس بتاع الجراوند. وبالمناسبه الماس دايما بتاع البيجر اوبجكت او ماس بتاع الجراوند دوت هو دايما اللي بيبقى مسؤول عن الجرافيتي او المسؤول عن الجاذبيه بمعنى اصح. يعني اي ماس كبير هو دايما اللي بيشد الماس اللي اصغر منه. طيب وده شرحناها قبل كده اللي هي النظريه بتاعتنا بتاعت عمليه الفور دي بتاعت نيوتن او نظريه الزمكان. طيب عندنا بالنسبه لك الام سمول، مين الام سمول دي؟ الام سمول ده الانذر اوبجكت اللي هو السمول الصغير اللي بيتشد عندنا، اللي بيتشد عندنا شويه. يبقى انا دلوقتي عندي الاف ميوتوال اتراكشن فورس دايركتلي بروبورشنال، وكلمه دايركتلي بروبورشنال قلت لك كانهم اتنين جيران ساكنين مع بعض في نفس الدور وفي نفس العماره. واي اتنين جيران ساكنين مع بعض في نفس الدور وفي نفس العماره علاقتهم ببعض كويسه، يعني لو دولت فرحانين دول عندهم فرح وبرضه فرحانين، لو دول عندهم حاله وفاه وزعلانين دول قاعدين متضايقين، يبقى دول انكريز دول انكريز دول ديكريز دول ديكريز. بمعنى انا دلوقتي البرودكت بتاع الاثنين ماسز دول مع بعض كل ما هيزيد الفاليو بتاعته كل ما الميوتوال اتراكشن فورس بتاعتي هتزيد. طب كل ما البرودكت بتاعهم دوت هيقل كل ما الميوتوال اتراكشن فورس بتاعتنا هتقل. طيب يبقى دوت بالنسبه لك كان اول فاكتور عندنا، نكتب جنبيه كده رقم 1. طب ما تيجي ننزل تحت دلوقتي لما نيجي نتكلم بالنسبه لك تاني واحد عندنا لما نيجي نقول اهو عليه او نمبر 2 اهو، قال لك نفس الاف دي ميوتوال اتراكشن فورس هتبقى بالنسبه لك عمليه انفرسلي بروبورشنال مع ار باور 2. وخلي بالك الار دي مش راديوس، الار دي يا جماعه ديستنس بتوين تو اتراكتد اوبجكت. يعني لو جينا رجعنا هنا كده المسافه عندك ما بين الجراوند وما بين الابل دي اللي اسمها ار. تاني المسافه عندنا ما بين الجراوند ما بين الابل دي كول باي ار، ديت مش راديوس. يبقى ديستنس بتوين تو سنترز اوف تو اتراكتد اوبجكتس، معنى ايه الكلام ده؟ يعني المسافه ما بين السنتر بتاع الجراوند والسنتر بتاع الابل، الاثنين اوبجكتس دول اللي بيعملوا عمليه اتراكشن دي اللي اسمها بالنسبه لك ار سمول. طب واحد سالنا مستر، مستر طب انت هنا ليه كاتبها بالنسبه لك ار باور 2؟ ليه مش كاتبها قرايه واحده؟ لان احنا دلوقتي عندنا الفورس دي، هل دي فورس واحده شباب؟ لا تمام، الفورس دي ميوتوال يعني اثنين اتراكشن فورس، واحده منهم اكشن جايه من الجراوند بتاثر على الابل والثانيه رياكشن جايه من الابل بتاثر على الجراوند. يبقى انت دلوقتي عندك فورس واحده رايحه وواحده راجعه، اللي رايحه بار واللي راجعه بار. طب ار باور 1 تايمز ار باور 1 يبقى كلها ار باور 2. طب انا دلوقتي ليه الريليشن هنا انفرسلي؟ يعني ايه كلمه انفرسلي؟ كلمه انفرسلي بروبورشنال كانهم اثنين جيران ساكنين مع بعض في نفس العماره بس مش ساكنين مع بعض في نفس الدور، يعني الاثنين دول ساكنين فوق بعض. واي اثنين جيران دايما يا ابني ساكنين فوق بعض مش طايقين بعض. يعني لو جارك اللي فوق مبسوط وفرحان مشغل مهرجانات عمال يقسم ومهمه ومش دريان، يبقى دوت بالنسبه لك متضايق وزعلان، ما هو مصدع وايه مهموم ومتضايق ومش فرحان، يبقى دوت انكريز ودوت ديكريز. طب دوت جاله حاله وفاه وزعلان، ده مبسوط وفرحان وشمتان، يبقى دوت بالنسبه لك ديكريز لكن دوت انكريز. خلي بالك انت الاف مع الار باور 2 الريليشن هنا هي الانفرسلي مش مع الار بس. طيب الاثنين دول مع بعض لما نيجي نجمعهم كده بالشكل اللي قالوا عليه عمنا نيوتن، الاف علامه البروبورشنال ام كابيتال ام سمول على ار باور 2، كل الكلام دوت يا شباب المفروض ادانا الريليشن بتاعتنا. طيب الريليشنز دي بنطلعها دايما من اكسبيرمنتس، يعني تيجي دلوقتي انت حضرتك عالم مثلا عايز تطلع لنا اكسبيرمنت، وبعد ما تطلع الاكسبيرمنت بتاعتك دي بتقوم مطلع لنا بالنسبه لك الاوبزرفيشن والكونكلوجن، واي اوبزرفيشن والكونكلوجن بتنتهي في الاخر بريليشنز، يا اما دايركتلي بروبورشنال زي ما احنا شايفين، يا اما انفرسلي بروبورشنال، يا اما كونستنت. والكونستنت يعني انت تزيد انا ما اتغيرش، انت تقل انا برضو ما اتغيرش، يعني انت بالنسبه لك يحصل لك زي ما يحصل لك انا كده كده كونستنت. طيب الريليشنز دي بنجمعها مع بعض بالشكل دوت. طب انا دلوقتي لو عايز احول الريليشن بتاعتي دي لقانون اعمل ايه يا شباب؟ قال لك كل الكلام اللي انا هعمله هشيل علامه البروبورشنال دي واحط مكانها علامه ايكواليتي. السؤال هنا شباب، هل بالنسبه لك علامه البروبورشنال دي ايكوال لعلامه الايكوال؟ السؤال بشكل افضل، هل علامه البروبورشنال دي بتساوي علامه الايكوال؟ طبعا الاجابه لا، وعشان كده انت هتشيل بالنسبه لك علامه البروبورشنال وتحط علامه الايكواليتي وتحط معاها كونستنت، والكونستنت هنا هيبقى السيمبل بتاعه جي.
عايزك بس تصبر عليها شوية. أنا دلوقتي في ناس هتقول لي مصر يعني القانون بتاعنا هيبقى الاف ايكوال جي كابيتال والام كابيتال والام سمول زي ما هي كل الكلام دوت اوفر الار بار 2. هقول لك اه ده القانون بتاعنا. طب دلوقتي واحده واحده مستر، انا مش مقتنع صراحه بحوار ان انا دلوقتي اشيل علامه البروبوشنال واحط مكانها ايكوال وجي دي او اللي هي انت بتسميها كونستنت. هقول لك دلوقتي تعال ابسط لك الموضوع. هل السنتيمتر بتاعنا يا جماعه ايكوال لعلامه المتر؟ يعني هل الاثنين دول ايكواليتي؟ اكيد لا طبعا. طب السنتيمتر بتاعنا دوت عشان احوله المتر بعمل ايه؟ بعمل ديفايدد 100 او بعمل بالنسبه لك تايمز 10 باور نيجاتيف 2 ايا كان اللي انت هتعمله من ده او من ده. الفكره كلها انت دلوقتي مش حولت من حاجه لحاجه، عملت كونفرجن. يبقى طالما عملت كونفرجن بتايمز دايما في حاجه كونستنت فاليو. طيب انا دلوقتي هحول من علامه البروبوشنال لعلامه الايكوال، يبقى انا هتايمز في ايه؟ في كونستنت فاليو. مين الكونستنت فاليو بتاعي هنا؟ الجي كابيتال. يبقى احنا دلوقتي القانون بتاعنا بتاع الجنرال جرافيتيشنال لو الاف ايكوال جي كابيتال ام كابيتال ام سمول على ار باور 2. طيب احنا دلوقتي وصلنا للقانون بتاعنا، نحب بقى نتكلم عليه بصراحه كده واحده واحده ونشوف الدنيا مع بعضينا ماشيه ازاي. القانون دوت يا جماعه اللي احنا هنكمل بيه دلوقتي بقيت شغلنا طول الدرس. هل اي قانون عندنا بيبقى الاف بس؟ لا، زي ما انت بالنسبه لك عندك ده قانون للاف، هو برده قانون للجي، هو برده قانون للام كابيتال والام سمول والار باور 2. طب تعالى اعرفك عليه واحده واحده. الاف دي حاجه اسمها ميوتوال اتراكشن فورس او الفورس بتاعت الجرافيتي اللي نيوتن بعد كده سماها. طب الجي كابيتال حاجه اسمها جرافيتيشنال كونستنت. وايه جرافيتيشنال كونستنت ده؟ دوت يا جماعه رقم ثابت عندنا. اي اتنين اوبجكتس بيعملوا دايما اتراكشن ديو تو الجرافيتي هتلاقي الجي كابيتال دي راشقه عندنا وموجوده. تاني، اي اتنين اوبجكتس بيعملوا اتراكشن ديو تو الجرافيتي هتلاقي الجي كابيتال بتاعتك دايما موجوده والفاليو بتاعتها دايما كونستنت ايكوال 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 نيوتن متر سكوير بير كيلوغرام باور 2. تاني يا جماعه الرقم دوت طبعا المفروض دلوقتي مش حفظ، انت كده كده الرقم دوت المفروض هيبقى عندك في كتاب المدرسه. غير كده ان شاء الله ربنا يكرم هنزل لكم ملخص للدنيا دي كلها تمام، والناس كلها ان شاء الله هتبقى ايه الدنيا معاها مظبوطه مفيش مشكله. يبقى تاني جرافيتيشنال كونستنت او جي كابيتال 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 نيوتن متر سكوير بير كيلوغرام باور 2. طيب دوت بالنسبه لك الجي كابيتال. طب الام كابيتال ده مين؟ قلت لك الماس بتاع البيجر اوبجكت او الاوبجكت الكبير. ام سمول ماس بتاع سمولر اوبجكت او الاوبجكت الصغير اللي دايما بيتعمل له عمليه اتراكشن. طب مين الار باور 2؟ جماعه والله العظيم ثلاثه دوت ما يعتبرش راديوس، دي حاجه اسمها الديستنس بتوين تو سنترز، المسافه ما بين اثنين سنترز بتوين تو اتراكتد اوبجكتس، ما بين اثنين بالنسبه لك اتراكتد اوبجكتس عند حضرتك. طيب تعالى بقى نركز مع بعضينا شويه. جماعه الكلام ده كله القانون بتاعنا زي ما قلت لك هو مش قانون للاف بس، هو قانون للجي كابيتال والام كابيتال والام سمول والار باور 2. طب الكلام ده نعمله ازاي؟ جماعه في اي قانون عندنا جوه الفيزيكس تعالى نبص مع بعضينا هنتعامل معاه ازاي. الاف بتاعتنا اهي ايكوال جي كابيتال ام كابيتال ام سمول على ار باور 2. طيب لو افترضت ان في مساله جات لي مثلا عايزه الام كابيتال من هنا اجيبها ازاي؟ دلوقتي لو انا حبيت اجيب الام كابيتال من هنا شباب دايما الحاجه اللي انت عايز تجيبها تبقى في سايد لوحدها مع الايكواليتي، واي حاجه زياده تغير سايد تغير ساين. الله ينور. يبقى انت دلوقتي لو عايز تخلي الام كابيتال دي في سايد لوحدها مع الايكوال هتشوف مين معانا زياده، الجي كابيتال والام سمول ديفايد الار باور 2، دول كلهم كده زياده مزولني. يبقى الحاجات دي هتغير السايد فتغير الساين بتاعنا. لو بوزيتيف بتعدي نيجاتيف، لو نيجاتيف بتعدي بوزيتيف، لو تايمز بتعدي ديفايد، ولو ديفايد دايما بتعدي تايمز. طب انا دلوقتي الجي كابيتال والام كابيتال والام سمول كلهم مع بعض بالتايمز، يبقى انا هخلي دي لوحدها، مش دول هنا كانوا بالتايمز، يعدوا السايد الثاني بال ديفايدد. الله ينور. طب والار باور 2 هنا يا جماعه كانت بالديفايدد، تعدي السايد الثاني بال تايمز. يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب قانون مثلا للام كابيتال هنا اهو الاف زي ما هي موجوده فوق، وخلي بالك الاف دي كانها اوفر 1 فدي مفروض موجوده ان هي فوق. طيب الاف زي ما هي، الجي كابيتال والام سمول كان هنا بالتايمز، نزلوا هنا السايد الثاني بال ديفايدد تمام، وعندك الار باور 2 هنا كانت بالتايمز سوري كانت هنا بالديفايدد تعدي السايد الثاني بال
تايمز الله ينور. يبقى انت دلوقتي جبت كده القانون بتاعك. طب واحد قال له مستر انا مش عاجبني القانون ده، انا حبيت مثلا اجيب قانون لحاجه تانية. فور اكزامبل انا عايز اجيب قانون بتاع الجي. طيب الجي بتاعتي مش انت عندك لما كابيتال لما سمول هنا بالتايمز يعدوا بالديفايدد، وهنا ديت كانت بالديفايدد تعدي السايد الثاني بالتايمز. يبقى انت دلوقتي لو عايز تجيب قانون مثلا للجي كابيتال هتسيب الاف زي ما هي فوق تجي لها الار باور 2 هنا ديفايدد ام كابيتال ام سمول. صعبه شباب. يبقى انت دلوقتي اي قانون عندك هتتعامل بالبيزك ده، اي حاجه انت عايز بالنسبه لك تجيبها تخليها في سايد لوحدها مع الايكواليتي، واي حاجه زياده تغير سايد تغير سايد. طبعا في دلوقتي ناس هتقول له مستر طب ما تجيب لنا بالمره الار مثلا باور 2 دي، تعال اجيبها لك. الار باور 2 دي يا شباب اجيبها ازاي؟ مبدئيا كده انت بالنسبه لك الار باور 2 دي لو انت عايز تجيبها يبقى انت هتنقلها السايد الثاني. طب هي ديت هنا كانت موجوده بالديفايد تعدي السايد الثاني بالايه؟ بالتايمز. يبقى انت عندك اف تايمز ار باور 2 كل الكلام ده ايكوال بين عند حضرتك جي كابيتال ام كابيتال ام سمول. طب انا دلوقتي عايز اجيب عند حضرتك الار بس، يبقى انت الاف دي موجوده عندنا زياده ولا لا؟ اي حاجه عندنا موجوده زياده تغير السايد فتغير الساين، بدل ما هنا بالتايمز تعدي السايد الثاني بال ديفايدد. الله ينور. يبقى احنا دلوقتي بالنسبه لك الار باور 2 هتبقى ايكوال جي كابيتال ام كابيتال ام سمول كل الكلام ده ديفايدد باي جات لها الاف من السايد الثاني نزلت تحت هنا. السؤال يا شباب هل انت عايز بالنسبه لك الار باور 2 ولا عايز الاراية الواحده؟ اكيد انت عايز الار الواحده. يبقى انت بالنسبه لك اي حاجه بالباور بخلص عنها بالروت، باور 2 سكوير روت، باور 3 كيوبيك روت اند سو اون بقى. يبقى انا دلوقتي باور 2 ده هضيع الروت ده مع الباور ده، يتفضل مين بالنسبه لك؟ القانون بتاعنا. طب ما تيجي نبص كده القانون بتاعنا هيطلع عامل ازاي؟ قال لك الار في الاخر اهي، الار في الاخر يا شباب ايكوال روت جي كابيتال ام كابيتال ام سمول ديفايدد باي الاف. طيب هل ده قانون الراديوس يا شباب؟ لا طبعا، القانون دوت هو الديستنس بتوين تو اتراكتد او تو سنترز اوف تو اتراكتد اوبجكتس. يعني دي كانت المسافه عندنا في اول اكزامبل خالص، المسافه بين السنتر بتاعت الابل والسنتر بتاعت الجراوند. تمام يا شباب؟ طيب دوت بالنسبه لنا يعتبر كله كان ريفيو على اللي فات. الفكره كلها بقى انا عايزك تركز معايا في اللي جاي ده. انا دلوقتي كل الكلام اللي احنا قلناه دوت كان جنرال جرافيتيشنال لو بتاعنا. طب الجنرال جرافيتيشنال لو اللي احنا بنتكلم عليه دوت اللي هو قلنا عليه القانون بتاعنا الاف ايكوال جي كابيتال ام كابيتال ام سمول ديفايدد ار باور 2، هو دوت بالنسبه لنا القانون اللي طلعه عمنا نيوتن وتسمى باسم الجنرال جرافيتيشنال لو. طيب جماعه اي قانون عندنا فيها حاجه عندنا اسمها الفاكتورز. واتس ميج اوف فاكتورز؟ الفاكتورز دي يا جماعه هي دايما الحاجات او العوامل المؤثره، يعني الحاجه بالنسبه لك اللي هتزود الفاليو بتاعت الاف او هتقلل الفاليو بتاعت الاف. تاني انت بالنسبه لك الاف ممكن تتاثر بيه ام كابيتال ام سمول والار باور 2. مستر انت نسيت لي الجي. جماعه لو حد بيفكر في ان الجي ممكن تتاثر الكلام ده غلط. ليه؟ لان الجي كابيتال دي هنا دي حاجه كونستنت. يعني ايه كونستنت؟ يعني انت بالنسبه لك هتزيد انا كونستنت بنفس الفاليو بتاعتي 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11. طب انا دلوقتي هقل برضه انا بنفس الفاليو بتاعتي 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11، يبقى انت بالنسبه لك هتزيد هتقل هتبقى بزيرو. انا كده كده الجي بتاعتي نفس الفاليو ثابته ما تتغيرش. يمكن الاف بتاعتك المفروض دايركتلي بروبورشنال مع ام كابيتال ام سمول، واتفقنا ان هم كانهم اثنين جيران ساكنين مع بعض في نفس الدور. طيب هسالك سؤال، هل دوت المعنى اللي احنا نقصده؟ طبعا مش دوت المعنى اللي احنا نقصده. طب ايه هو اللي احنا نقصده؟ قال لك لما انت تقول ان الاف بتاعتك دايركتلي بروبورشنال مع الام كابيتال معناها ان ديت مثلا لو دبلد يعني ديت كانها بالظبط كده تايمز 2، يبقى دي كمان نفس الفكره كانها دبل تايمز 2. طيب لو جينا افترضنا ان دي مثلا بقت تريبل تايمز 3 يبقى دي كمان تريبل تايمز كام؟ 3. طب اقول لك على حاجه، لو دي تايمز هاف يبقى دي كمان بتقلدها زيها بالظبط كانها تايمز هاف. يبقى الفكره كلها انت كانك بتقول لي ان هما الاثنين تيبيكال، يعني دي هتبقى تايمز مثلا الرقم دوت يبقى ده تايمز الرقم ده. طب لو دي ديفايدد نفس الرقم يبقى دي كمان ديفايدد نفس الرقم، يبقى هما الاثنين ماشيين مع بعض بنفس الايه؟ الكونسبت. طيب واحده واحده مع بعضينا بقى، انا دلوقتي الكلام دوت هيمشي الاف دايركتلي مع الام كابيتال، ممكن نقول برضو الاف دايركتلي بروبورشنال مع الام سمول،
طب انا دلوقتي الاف مع الار باور 2 هل دي دايركتلي ولا انفرسلي؟ لا ركز معايا بقى كده، انت هتلاقي ان الاف هنا انفرسلي بروبورشنال مع الار باور 2. يعني ايه الكلام ده؟ كلمه انفرسلي زي ما اتفقنا كانهم اتنين جيران ساكنين مع بعض في نفس العماره بس ساكنين فوق بعض، واي اتنين ساكنين فوق بعض طبعا مش طايقين بعض زي ما احنا اتفقنا، ده فرحان ده زعلان، ده زعلان ده فرحان، ده انكريز فده ديكريز، ولو دوت ديكريز فدوت انكريز. هل دوت المعنى بتاعنا ماثيماتيكال؟ لا طبعا. الفكره كلها ان الاثنين دول بالنسبه لبعض يعتبروا مالتيبليكيتيف انفرس، ودوت سبب تسميه كلمه انفرس بروبورشنال. مش فاهم يا مستر، تعال افهمك واحده واحده. لو جينا قلنا كده بكل بساطه، لو دي كانها دبلد دي تايمز 2، تعال حلل لي الرقم ده، مش تايمز 2 دي يا جماعه كانها 2 اوفر 1؟ طيب يبقى ديت المالتيبليكيتيف انفرس بتاعها. واتس مينينج اوف مالتيبليكيتيف انفرس؟ يعني اللي تحت يطلع لفوق واللي فوق ينزل لتحت، يبقى ال1 تطلع فوق وال2 تنزل مكانها. يبقى انت اللي هناك دي لو ديت تبقى دبل يبقى ديت تايمز هاف. طب واحده واحده تاني، لو جيت قلت لك ان ديت هنا كانها كوارتر، واتس مينينج اوف كوارتر؟ يعني دي كانها تايمز 1 اوفر ال4. طبق نفس الكونسبت اللي لسه قايله لك، يبقى انت اللي تحت يطلع لفوق واللي فوق ينزل لتحت. يبقى احنا زي ما عملناها اهي، ال4 تطلع لفوق وال1 تنزل لتحت، يبقى ال4 اوفر ال1، يبقى ديت بالنسبه لك هتبقى تايمز 4 تايمز. طيب دي معنى كلمه دايركتلي وانفرسلي. طب اي ريليشن زي اللي احنا عملناها دي او الفاكتورز اللي بتاثر عندنا، الكلام ده كله ممكن يتم ترجمته عن طريق حاجه اسمها الجراف. واتس مينينج اوف جراف؟ دايما كلمه جراف يا جماعه بتربط عندنا ريليشن ما بين الاكس اكسس والواي اكسس. مستر مش فاهم، تعالى واحده واحده. انا دلوقتي الجراف بتاعي اهو، في ريليشن عندك ما بين الاكس هوريزونتال بلين وما بين الفيرتيكال اللي هي الواي بلين. طب تعالى دلوقتي انا هكتب القانون، الاف ايكوال جي كابيتال ام كابيتال ام سمول على ار باور 2. جيت انا دلوقتي قلت لك بكل بساطه انا عايز اجيب ريليشن ما بين الاف وما بين الام كابيتال. طب انا دلوقتي هاخد الاف بتاعتي على الواي اكسس وهاخد الام كابيتال بتاعتي على الاكس اكسس. طب الاثنين دول اساسا مع بعض ريليشن دايركتلي بروبورشنال، اف دايركتلي بروبورشنال مع الام كابيتال، يبقى ريليشن ما بينهم دايركتلي. كلمه دايركتلي عامله ازاي؟ هترسم لي ريليشن عامله كده، ستريت لاين طالع من الاوريجين بوينت باسنج باي او بتوين ما بين الاكس وما بين الواي. طيب تعالى كده افكرك بشويه حاجات. احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم على الجرافات بتاعتنا بشكل جنرال اللي هي ما بين الاكس وما بين الواي، في عندك بالنسبه لك شكلين عندنا لشكل الدايركتلي بروبورشنال. الدايركتلي ممكن يكون بالنسبه لك ستريت لاين طالع ما بينهم كده، ده في حاله لو هما الاثنين بالنسبه لك ده انكريز وده انكريز بشكل ايكوال بارتس، يعني ده بيزيد باي 1 بارتس وده بيزيد مثلا ب 2 بارتس، او ده بيزيد ب 3 وده مثلا بيزيد ب 3 اند سو اون. تمام طبعا ده اكزامبل. طب انا جيت دلوقتي قلت لك ان دوت بيزيد بشكل ايكوال وده بيزيد بشكل ايكوال، يبقى الريليشن هنا دايركتلي بروبورشنال بس بشكل يونيفورم. طب انا جيت دلوقتي اتكلمت قلت لك نفس الفكره دي بس الاثنين دول يا شباب مش بيزيدوا مع بعض بشكل يونيفورم، ده بيزيدوا مع بعض بشكل ان يونيفورم، فممكن تعمل لي كيرفد باس كده او زجزاج لاين. دوت معناه ان ده بيزيد وده بيزيد برضه، او ده بيقل اهو معاه وده كمان بيقل، بس الشكل هنا نون يونيفورم، يعني الاثنين بالنسبه لك مش ماشيين مع بعض ولا لا. يعني ده مثلا بتزيد باي 1 مره، 3 مره، 2 ثانيه مره، 14 مثلا مره، وهنا بتزيد مثلا 1 2 3، فدات بتزيد بشكل ان ايكوال ودوت ايكوال، هو ده الشكل بالنسبه لنا النون يونيفورم. طيب هل دولت بالنسبه لك الريليشنز اللي عندنا بس؟ لا، كل الكلام اللي قلناه يونيفورم ونون يونيفورم ده بالنسبه للدايركتلي، يزيد يزيد، يقل يقل، انكريز انكريز، او ديكريز ديكريز. طيب دلوقتي نفس الفكره دي ممكن نطبقها برضو على فكره الانفرسلي بروبورشنال. ازاي الانفرسلي بروبورشنال؟ لما تيجي تقول لي الانفرسلي تمام واحد بيزيد والتاني بيقل بس بشكل يونيفورم، تعملها لي ستريت لاين كده جاي العكس. طب الستريت لاين ده مثلا مش مقتنع ان هو بالنسبه لك انفرسلي، امشي معاه واحده واحده وانت نازل كده، مش هنا الفاليو بتزيد؟ طب انا مش فاهم، حط ارقام كده ايماجينري من دماغك او ارقام وهميه، 0 1 2 3 4 5 اند سو اون، وهنا 0 2 4 6 8 اند سو اون. انت هنا بتزيد وهنا بتقل وانت ماشي مع اللاين واحده واحده، هنا بتزيد وهنا بتقل، يبقى ده ريليشن انفرسلي. طبعا ده ستريت لاين، واي ستريت لاين يبقى بشكل بتاعه يونيفورم.
طب لو جينا دلوقتي عملناها بالنسبه لك كيرفت باص بس بالشكل العكس ده او زجزاج لاين بالشكل العكس دوت، يبقى دوت بالنسبه لك الانفرسلي بتاعنا، يعني دوت بيزيد ودوت بيقل بس هم ان ايكوال تشينج. طيب كل الكلام دوت زي الفل لما نيجي نتكلم بالنسبه لك اخر ريليشن عندنا اللي هي الكونستنت. واتس مينج اوف كونستنت؟ كونستنت دوت بالنسبه لك اللي هي تفضل الفاليو هي هي، انت بتزيد انت بتقل، انا كده كده نفس الحاجه، فبتبقى دايما بارلل مع الاكس اكسس. طب ما تيجي نتخيل مع بعض نفس الموقف. انت دلوقتي لما تيجي تكلمني هنا مثلا مينلي على الحاجه اللي عندنا دي اهي، انت عندك لما تيجي تقول لي الاف مع الام، تعال انت اعملها بقى، يبقى الاف مع الام يا شباب، هناخد مثلا الاف هنا والام كابيتال هنا، الاثنين دول مع بعض دايركتلي اهو، لو دايركتلي يونيفورم يبقى طالعين بالستريت لاين ده، طب لو نون يونيفورم يبقى كيرفت باص. الله ينور. طب انا جيت دلوقتي قلت لك مثلا الاف بتاعتي مع ار باور 2، الريليشن ما بينهم يا جماعه دايركتلي ولا انفرسلي؟ الاثنين دول مع بعض انفرسلي بروبورشنال. انت هتقول لي ان الاف هي انفرسلي بروبورشنال مع 1 اوفر الار باور 2، اه يبقى ده ترسمها لي بالنسبه لك بالشكل العكس دوت، او تعملها لي كيرفت باص لو هي نون يونيفورم. طب اقول لك على حاجه، لو جيت انا دلوقتي قلت لك الجراف ده ما بين الاف وما بين بالنسبه لك 1 اوفر الار باور 2، خلي بالك بقى هي الاف كان هنا يا جماعه تايمز 1، فانت دلوقتي بتقول لي الاف مع ال1 اوفر الار باور 2 دول كده مع بعض دايركتلي ولا انفرسلي؟ فعلا دي تعتبر كده دايركتلي، هما الاثنين كانهم في نفس اللاين ولا لا؟ يبقى انت هتعملها لي ستريت لاين باسنج باي ذيس بوينت، يبقى انت بالنسبه لك هتعمل ستريت لاين معدي بالاوريجن بوينت وهتقول لي ان دوت دايركتلي بروبورشنال. يبقى تاني يا جماعه الاف مع الار باور 2 هي اللي انفرسلي، لكن الاف مع 1 اوفر الار باور 2 هي دي اللي اسمها دايركتلي بروبورشنال. تمام يا شباب؟ طيب اتمنى تكون الحته دي وضحت بالنسبه لنا، عشان ديت حته ريليشنز وفاكتورز تعتبر بالنسبه لنا حاجه اساسيه عندنا في اي قانون هتطبق نفس الكلام، نفس الكلام بتاع الفاكتورز، نفس الكلام بتاع الريليشنز اللي احنا قلناه، نفس الكلام بتاع الجرافات. طيب انا دلوقتي كل الكلام اللي انت عمال تقوله ده مستر، انا بالنسبه لي بتقول لي يعني كانك عندك كره الارض دي كده، تاني سوري معلش نعملها تاني، كوره اهي بتاعت الارض بتاعتنا دي الارث مثلا، ودوت هنقول المون بتاعنا القمر بتاعنا. انت معنى كده بتقول لي، انت بتقول عايز احسب الفورس ما بين المون وما بين الارث كجرافيتيشنال فورس بكام؟ اه طب ثواني بقى، انا دلوقتي المون بتاعي دوت بيعمل اوربت اراوند ذا ايرث بالشكل ده. طيب المكان يا جماعه اللي ما بين المون وما بين الارث اللي هو ده اللي هو انا دلوقتي هحدده لك ده هنا، ده سبيس ما بين الاوبجكت الكبير اللي هو البيجر اوبجكت، وخلي بالك لما تيجي تتكلم على الماس بتاعته تبقى اسمها بالنسبه لك ام كابيتال، ودوت بالنسبه لك السمولر اوبجكت لما تيجي تتكلم يبقى اسمه ام سمول. السبيس ما بين الاثنين اوبجكت ديو تو اتراكشن، المكان دوت بيظهر فيه الجرافيتيشنال فورس او الاتراكشن فورس ديو تو جرافيتي ما بين الاثنين اوبجكت، ده اسمه ايه؟ اسمه جرافيتيشنال فيلد. What's the meaning of gravitational field؟ كلمة gravitational field يعني المكان أو السبيس اللي ما بين بالنسبة لك اتنين أوبجكت فيهم واحد كبير بيأثر على الصغير دوت بقوة الجاذبية أو بالجرافيتيشنال فورس. طيب سؤال بقى، في ناس ممكن تشبهها لي كأنها ماجنت، كأنك عندك مغناطيس وعندك بالنسبة لك مسامير حواليه. أنت دلوقتي بالنسبة لك المغناطيس دوت مش ليه ريجن أو ليه مكان أو ليه سبيس حواليه ممكن بيأثر على المسامير دي يعمل لها اتراكشن فورس؟ اه نفس الفكره، كان بالنسبه لك البيجر اوبجكت هو الماجنت وكان السمولر اوبجكت اللي بيعمل اتراكشن ديو تو الجرافيتي هو دوت بالنسبه لك السمولر اوبجكت اللي اسمه اتراكتد اوبجكت. طيب في الكيس بتاعتنا المون والارث، الارث دوت هو البيجر اوبجكت ده اساس الجرافيتي ده اللي بيشد، لكن دوت بالنسبه لك السمولر اوبجكت ده اللي بيتشد، السبيس اللي ما بينه اسمها جرافيتيشنال فيلد. طب سؤال، هل بالنسبه لك الاوبجكت بتاعنا لو هنا زي الاوبجكت بتاعنا لما يبقى هنا؟ لا طبعا، هنا طبعا الفيلد انتنسيتي او قوه الفيلد بتاعتك او قوه الجرافيتي معنى صح تختلف. طب لو هنا طبعا تختلف، طب مين فيهم اقوى؟ طبعا كل ما تقرب كل ما تزيد، طب كل ما تبعد كل ما تقل. طب الكلام ده طبقا لمين؟ طبقا للقانون لسه قايلين ان الاف هي انفرسلي بروبورشنال مع 1 اوفر ار باور 2، ديستانس بتوين تو اتراكتد اوبجكت سكويرد
يعني المسافة بين السنتر بتاع الأوبجكت ده والسنتر بتاع الأوبجكت ده كل ما المسافة تزيد دي تزيد، يبقى ديت ايه بقى ريليشن انفيرس، يبقى دي ايه هتقل. طب لما دي المسافة تقل يبقى الاتراكشن فورس جرافيتيشنال فورس هتزيده ولا لا؟ طبعا هتزيد لان ديت بقت قريبة، دي طبعا اقرب من دي، فساعتها الفورس بتاعتك هتبقى عالية. يبقى تاني يا شباب، انا دلوقتي طبقا للكلام دوت من القانون بتاع الجرافيتيشنال لو بتاعنا طلعنا حاجة اسمها جرافيتيشنال فيلد. يعني كلمة جرافيتيشنال فيلد هي السبيس او المكان اللي حوالين بالنسبة لك البيجر اوبجكت اللي بيبقى ليها تأثير على السمولر اوبجكت وتعمل له اتراكشن ديو تو الجرافيتي عند حضرتك. طب واحدة واحدة مع بعضينا، احنا دلوقتي قلت لنا مستر ان هنا الفيلد بتاعك الانتنسيتي بتاعته قوته مختلفة عن هنا مختلفة عن هنا، فمن الكلام دوت يا شباب هنيجي دلوقتي عندنا حاجة اسمها جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. واتس مينينج اوف جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي؟ قوة الجرافيتيشنال فيلد بتاعتنا. طب ديت بقى بالنسبة لك بتتقاس ازاي؟ بتتقاس بحاجة اسمها الجي سمول. ايه ده مستر؟ جي سمول دي مش غريبة عليا، انا فاكرها. هقول لك الجي سمول ديت يا جماعه اللي احنا كنا واخدينها حاجه اسمها اكسلريشن ديو تو جرافيتي، او احنا بنسميها جرافيتيشنال اكسلريشن. بمعنى ديت بالنسبه لك انت اي اوبجكت لما بيجي يتحرك اون اكس اكسس او الهوريزونتال بلين بستخدم له حاجه اسمها اكسلريشن بالاي. طب يعني ايه؟ يعني انت بالنسبه لك عندك اوبجكت بيتحرك هوريزونتال زي الكار زي الترين زي البايسكل، زي ما انت دلوقتي مثلا راح تجيب اي حاجه طلبات للبيت، كل الكلام ده انت بتتحرك فورورد باكورد ليفت او رايت، يبقى انت دلوقتي بالنسبه لك بتستخدم اكسلريشن. طب فكرنا مستر ان كلمه اكسلريشن اللي تشينج بتاع الفيلوسيتي ان تايم، تغيير الفيلوسيتي بالنسبه للتايم عند حضرتك، الفيلوسيتي بتاعتك بتزيد بفاليو كام او بتقل بفاليو كام كل ثانيه، تمام؟ طب انا دلوقتي الاوبجكت بتاعي لو اتحرك اون فيرتيكال بلين او على الواي اكسس، يعني الاوبجكت طلع لفوق او نزل لتحت، يبقى انت ساعتها بتستبدل الاي وتحط مكانها جي، هي دي اللي اسمها جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي او جرافيتيشنال اكسلريشن. طب دي اجيبها ازاي؟ بصوا يا جماعه احنا دلوقتي عندنا قانونين مهمين جدا، صح؟ قال لك انت الاف بتاعتك كده كده بتساوي عند حضرتك الجي كابيتال ام كابيتال ام سمول اوفر الار باور 2. قلت لي تمام، قلت لك ونفس الاف هي هي كنا واخدينها من نيوتن سكند لو بتساوي الماس تايمز الله ينور اكسلريشن. طب سؤال بقى، انا طبقا للكلام اللي عمال اتكلمه دوت زي حاله مثلا الايرث والمون ده اللي هو الاوبجكت اللي بيلف حواليها دي، هل ديت بالنسبه لك بتتحرك هورزونتال بلين ولا تعتبر فيرتيكال بلين؟ دي بالنسبه لك نازله طالعه، يعني المون دوت فوق وممكن بالنسبه لك يقرب سنه شويه الارض او يبعد سنه عن الارض، واللي احنا كنا بنسميه ساعتها الظاهره اللي عندنا كنا نصورها السوبر مون بتاعنا دوت كده بيتحرك اب اند داون حاجات بسيطة، يبقى دوت بالنسبة لك بتحرك على الفيرتيكال بلين، يبقى انت بتستخدم الجي. يبقى هنشيل الاي هنا ونحط مكانها مين يا شباب؟ ها تاني هنشيل الاي دي ويتحط مكانها الجي سمول. طب تعالى ركز معايا بقى، انا لو جيت دلوقتي اتكلمت واحدة واحدة المفروض الكلام ده مش الاف دي ايكوال الاف دي؟ تمام. طب يبقى الاف دي طالما ايكوال الاف دي يبقى دي كلها كفاليو ايكوال دي كلها كفاليو ولا لا؟ يبقى هتقول لي جي كابيتال اهو تاني القلم اهو جي كابيتال ام كابيتال ام سمول اوفر ار باور 2 كل الكلام ده ايكوال الفاليو دي ام سمول تايمز الجي سمول. طيب تعالى بقى انت مش الام سمول دي هنا شباب بالتايمز؟ تمام. طب لو وديتها للسايد الثاني هتروح السايد الثاني بالديفايدد. طب لما دي توديها بالديفايدد هتلاقي اللي شبهها فوق. طب لما ديت تلاقي اللي شبهها فوق يتكنسلوا مع بعض ولا لا؟ يبقى نقدر نقول ان الام دي كانسلد مع الام دي، يبقى الاثنين راحوا مع بعض ولا لا؟ يبقى كل القانون بتاعنا اللي في الاخر اللي وصلنا له الجديد اقدر اكتبه بالشكل ده، الجي سمول بتاعتك زي ما انت ملاحظ كده ايكوال جي كابيتال ام كابيتال ديفايدد باي ار باور 2. تعالى بقى كده واحده واحده، الناس كلها بتتلخبط وتتزاول ما بين الجي سمول والجي كابيتال، تعالى افهمها لك واحده واحده. انت الجي سمول بتاعتك ديت حاجه اسمها جرافيتيشنال فيلد اكسلريشن او جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي، الجي كابيتال حاجه اسمها جرافيتيشنال كونستنت، الام كابيتال الماس بتاع الاوبجكت بتاعنا. طب الار الديستنس ما بين السنترز بتاعت الاثنين اتراكتد اوبجكت. طب انا مستر مش فاهم الجي سمول دي انا ممكن اتلخبط بينها وبين الجي كابيتال. طب واحده واحده، دي المفروض ثابته ولا بتتغير؟
مش عارف يا مستر. طب هقول لك على حاجه، جي سمول دي مش بالنسبه للارض كنا بنقولها دايما ب 9.8 متر بير سكند سكوير، تمام؟ وساعات كنا بنقول عليها 10، تمام؟ وقلت لك قبل كده انت الجي ديت سلايتلي ديفرنس، بتتغير تغير بسيط ما بين مكان تاني ومكان تاني على الارض، تمام؟ يبقى انت ديت بالنسبه لك ثابته ولا تتغير؟ برضه مستر لسه مش متظبط فيها. طب هقول لك على حاجه، احنا طلعنا فوق المون وحسبنا الجي دي، مش ديت كنا بناخدها واحنا في ابتدائي واحنا صغيرين ان ديت بتساوي 1 اوفر 6 من بالنسبه لك الايرث فاليو؟ يعني الايرث فاليو بتساوي 9.8، لما تيجي تجيب بالنسبه لك الجي بتاعت المون تطلع لك نير لايكوال 1.62. طب يبقى انت بالنسبه لك الفاليو اتغيرت ولا لا؟ طبعا اتغيرت. يبقى انت الجي ديت حاجه فاريبل. واتس مينينج اوف فاريبل؟ يعني حاجه بتتشينج، حاجه بتتغير من مكان لمكان ومن سيرفيس لسيرفيس، تمام؟ طيب ديت بالنسبه لك اول حاجه. طب الجي كابيتال دي، الجي كابيتال دي يا جماعه كونستنت، ثابته اينما كنت، يعني في اي مكان انت بتروحه، اي بالنسبه لك اتنين اوبجكتس بيعملوا عمليه اتراكشن ديو تو جرافيتي هتلاقي الجي كابيتال معاهم. طيب ما بين مثلا الستار والارث زي الصن والارث، او ما بين مثلا بلانيت ومون زي مثلا الارث والمون، الكلام ده كله بالنسبه لك هتلاقي الجي كابيتال هي ما بتتغيرش ما بين اتنين اوبجكتس بيعملوا عمليه اتراكشن. طب يا مستر هو في ممكن اتنين اوبجكتس يعملوا عمليه اتراكشن؟ اه عادي جدا، ممكن بالنسبه لك ما بين اي فردين او اي شخصين او اي اتنين اوبجكتس موجودين عندنا في ما بينهم بالنسبه لك فورس بتاعت الجرافيتي، هتلاقي بالنسبه لك الجي كابيتال دي موجوده عندهم وبنفس الفاليو كونستنت ايكوال 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 نيوتن متر سكوير بير كيلوغرام باور 2 او كيلوغرام سكوير. طيب مستر، طب انا دلوقتي في حاجه، هو انا ليه مش بلاحظ قوه الجاذبيه او جرافيتيشنال فورس ما بين مثلا شخصين، او ليه مش بلاحظها ما بين اتنين اوبجكت صغيرين؟ تعال نرجع للاساس بقى، انت مش بتقول لي بالنسبه لك جرافيتيشنال فورس دايركتلي بروبورشنال مع الام كابيتال والام سمول الاثنين تايمز مع بعض؟ طب ما الاثنين ماسز دول يعتبروا بالنسبه لبعض صغيرين، او الماسز بتاعتهم كومبيرد باي الماس بتاع البلانيت اللي هو الايرث او المون او الصن او الكلام ده كله يعتبر صغير. طب انا دلوقتي كل ما البرودكت ما بين الاثنين ماسز ام كابيتال وام سمول تقل، يبقى الجرافيتيشنال فورس هتقل، يبقى انت بالنسبه لك مش هتلاحظها، لكن هتلاحظ الكلام دوت مع الفورسز اللي هي بالنسبه لك الحاجات الكبيره زي الايرث المون الصن الكلام ده كله، الكليستيال بوديز او الاجسام الفضائيه او السماويه ديت بالنسبه لك كلها انت هتلاحظها، لان الماسز بتاعتهم تعتبر كبيره جدا 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 كومبيرد باي الماسز بتاعت السمول اوبجكت. طيب تعالى الجي سمول ديت بالنسبه لك بتتغير، الجي كابيتال كونستنت. طب مستر معلش انا برضو ممكن اتزاول ما بقاش عارفها، هقول لك على حاجه، الجي سمول دي مش في رسمتها شبه رقم الناين؟ يبقى الجي سمول دي هي ال 9.8 اللي احنا عارفينها، وال 9.8 اللي احنا عارفينها بتتغير من مكان لمكان سلايتلي ديفرنس، والكلام دوت قلناه طبقا للدرس بتاعنا بتاع نيوتن سكند لول كان في اول الترم. طب يبقى انت بالنسبه لك الجي دي بتتغير من مكان لمكان، يبقى دي فاريبل، يبقى دي اللي انا بالنسبه لي محتاج احسبها، لان ركز معايا كده مش دي حاجه كونستنت هحسبها ليه اساسا؟ ما هي الكونستنت دي كده كده ثابته في اي مكان، هحسبها ليه؟ ما انا كده كده عارفها. يعني لو جالي في مساله قال لي احسب لي الجي مثلا كابيتال كانه بيديني هديه، لان انا عارفها ب 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11، صح؟ يبقى انا بالنسبه لي هحسب الجي سمول، يبقى تاني الجي سمول دي اللي بتتغير، يبقى دي اللي تتحسب، ودي اللي احنا عارفينها عندنا على الايرث في 9.8 متر بير سكند سكوير، او ساعات بيديها لنا ب 10. طيب الجي كابيتال ده كونستنت بتاعنا، طيب الجي سمول شبه رسمه الناين، يبقى انت تاخد الاثنين مع بعض، الجي كابيتال سيمبل كبير كابيتال هيديك بالنسبه لك الفاليو اللي شكلها كانها كبير دي، او الرقم اللي هو كانه كبير ده، تمام؟ يبقى انت الاثنين دول كبار مع بعض والاثنين دول صغيرين مع بعض. طيب بصوا بقى يا شباب، طبعا ممكن حد يقول لي مثلا الرقم دوت على فكره مش كبير يعني عشان دوت باور نيجاتيف، هقول لك صح، انا بقول لك كانه شكلا الجي كانها شكلا مش هي كبيره، يبقى الرقم ده برده شكلا كانه كبير عنده، يبقى خد الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير كشكل مش كفاليو طبعا. طيب انا دلوقتي الجي سمول دي بتتغير مع الماس، طبعا باين هنا الريليشن بقى، تعالى ما انت دلوقتي بقيت فرود كان ديت اوفر 1، الجي سمول مع الام كابيتال دايركتلي ولا انفرسلي؟ في نفس اللاين، اثنين جيران ساكنين مع بعض في نفس الدور، يبقى دي تزيد دي تزيد، دي تقل دي تقل، يبقى ريليشن دايركتلي. طب الجي سمول مع الار باور 2 دايركتلي ولا انفرسلي؟ انفرسلي، لان ديت كان اوفر 1 وكان دي مع دي اثنين جيران ساكنين مع بعض في نفس العماره بس ساكنين فوق بعض مش طايقين بعض، دي تزيد دي تقل ودي تقل دي تزيد.
طب انا دلوقتي ممكن بالنسبه لك مثلا يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي كده كالتالي، احنا عارفين ان الجي بتاعه الارث ب 9.8 متر بير سكند سكوير، ويجي يسالني مثلا على الصن الجي بتاعتها تساوي كام. طبعا احنا ما نعرفش، بس الفكره كلها انت دلوقتي مش عندك الماس بتاع الصن هيبقى اكبر من الماس بتاعه الارث. طالما الماس زاد يبقى الجي زادت، الماس قلت يبقى الجي قلت، ان سو اون. تمام. تاني يبقى انت بالنسبه لك هتاخدها كانها فاكتورز مع بعضيهم. يبقى انا دلوقتي لو جاب لي في تشويسز مثلا عايز الجي بتاعه الصن بتساوي كام، هل هي هتساوي 9.8؟ لا طبعا، ده رقم بتاع الارث. هل هتساوي اقل من الفاليو بتاعت 9.8؟ هي اصلا الصن كماسز كبيره، فالماس لما بتزيد يبقى الجي بتاعتك هتزيد، يبقى انت هتختار الفاليو اللي اكبر من 9.8. نفس الكلام لو حصل مع المون، المون بتاعتك الماس بتاعتها اصغر من الارث، وطالما الماس بتاعتك صغرت يبقى الجي بتاعتك صغرت، الله ينور، يبقى انت ساعتها بالنسبه لك هتختار الفاليو بتاعت مثلا المون اللي هتبقى اصغر من 9.8. صعبه شباب. طبعا الكلام دوت لو تشويسز من غير ما يقول لك كالكوليت ذا بروبلم. طب لو بروبلم عادي جدا، بتجيب الجي سمول ايكوال جي كابيتال اللي هي 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 تايمز الماس بتاعنا بتاع الاوبجكت اللي انت عايز تحسب له الجي. بالنسبه للارث بجيب الماس بتاع الارث، بالنسبه للمون بجيب الماس بتاع المون، بالنسبه للمارس بجيب الماس بتاع المارس، والار هنا هتعتبر بالنسبه لك الديستنس بتوين السنتر بتاع بالنسبه لك الاوبجكت دوت لحد السيرفيس بتاعه. يعني هنا في الكيس دي ممكن تعتبر ريديوس، ممكن تعتبر ريديوس. طب ممكن دي يا مستر يعني دي بالنسبه لنا كلمه مش مطمئنه شويه. طب تعالى دلوقتي اشرح لك الموضوع بشكل مختلف. الارث يا شباب، ادي الارث بتاعنا كده. المفروض لو جيت قلت لك ان انا كماضي مثلا نزلت اجيب شويه لب وسداني لزوم القعده في البيت والانتخ طبعا والدايت، انا دلوقتي بالنسبه لك كماضي اوبجكت ماشي اون ذا جراوند لايك الكار مثلا، موتور بايك، موتور سايكل، انت عندك بالنسبه لك اي حاجه تمشي على الجراوند. انت دلوقتي لو عايز تجيب الديستانس بتاعتك ما بين السنتر بتاع الاوبجكت دوت والسنتر بتاع الجراوند، المسافه هنا شباب قال لك بالنسبه لك تعتبر هنا الار سمول في كيس نمبر 1 هي مين يا شباب؟ الار كابيتال. طب مين هنا بقى الار سمول؟ الار سمول هي الديستانس ما بين الاثنين سنترز. طب والار كابيتال هي بالنسبه لك الراديوس، يعني الديستانس ما بين السنتر بتاع الاوبجكت والسيرفيس بتاعه. طب انا دلوقتي بالنسبه لك دي اول كيس. طب هو انا مش ماضي دوت يا جماعه، ممكن يكون مثلا ساكن في عماره. انا ساكن في عماره فعلا وساكن في الدور الرابع، اول بلكونه مش تبعنا، ثاني بلكونه مش تبعنا، ثالث بلكونه ناس رخمه، ورابع بلكونه بالنسبه لك اهي بتاعتنا ولا لا. انا كماضي طالع من البلكونه بتاعتنا في الدور الرابع اهو، برمي بلالين ميه على الناس ولا لا. طب انا دلوقتي انا برمي بلالين ميه على الناس زي ما انا عملت دلوقتي، الفكره كلها ما فيها لما تيجي تجيب دلوقتي المسافه ما بين السنتر بتاع الارث والسنتر بتاع ماضي. بصوا يا شباب، انت المسافه من هنا لهنا كانت راديوس اللي هي الار كابيتال. طب ركز معايا، هنا بالنسبه لك تبقى راديوس ار كابيتال من هنا لهنا، بس لسه في الحته دي كلها اللي هي مين بالنسبه لك؟ الهايت. طيب يبقى انت دلوقتي عندك بالنسبه لك الار سمول دي ممكن تبقى كيس نمبر 2 اللي هي الار سمول ايكوال ار كابيتال بلس الهايت. وخلي بالك ان الكيس ديت بتبقى في حاله مين يا شباب؟ لو انت عندك اوبجكت موجود ات هايت زي ايروبلين او بالنسبه لك بيرد او ساتلايت او مون، الحاجات دي كلها بالنسبه لك انت موجوده فوق السيرفس بتاع الجراوند، دي كلها بالنسبه لك الار سمول بتبقى ار كابيتال بلس الاتش. طب هقول لك على حاجه يا عم، هو مش ممكن الماضي دوت يكون بالنسبه لك يروح الساحل بقى وشرم والغردقه ويعيش حياته ويصيف والكلام ده كله؟ طب انا دلوقتي لما اجي بالنسبه لك اعمل دايفنج او اجي اعمل سنوركلينج، يبقى انت بالنسبه لك هتيجي من هنا لهنا، هل انا هنا كده كماضي اخدت الراديوس؟ لا، الفكره كلها ان انت ما خدتش الراديوس، انت الراديوس من هنا لهنا، لكن في جزء تاني كده انت بالنسبه لك ما اخدتوش اللي هو الاتش دي. الاتش هنا اسمها الدبس، ودي كيس نمبر 3 ان الار سمول بتاعتك تبقى ار كابيتال بس ماينس الاتش، والاتش هنا معناها دبس. يعني ايه كلمه دبس؟ يعني عمق. طب الكيس نمبر 3 ديت في حالات بالنسبه لك الاوبجكتس الموجوده تحت السيرفيس بتاع الجراوند او السيرفيس بتاع الووتر زي السبمارين غواصات، زي بالنسبه لك الماين المانجم، زي الويل البير، زي سمكه التونه العنيده. يا عم كل الكلام دوت بالنسبه لك يعتبر حاجات تحت السيرفيس بتاعت الجراوند ولا لا؟ يبقى انت ساعتها بتحسبها لي الار سمول تبقى ار كابيتال ماينس الاتش. طيب من هنا يا جماعه ممكن نقول القانون بتاعنا اللي هو الاساسي اللي كانت الجي سمول بتاعتك جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي هي ايكوال بالنسبه لك الجي كابيتال ام كابيتال اوفر ار سمول باور 2. دي بالنسبه لك ليها كام كيس يا شباب؟ ثلاثه كيسز الله ينور، اللي هي بالنسبه لك كيس 1 وكيس 2 وكيس نمبر 3. طيب كيس 1 اللي انت موجود بالنسبه لك ات جراوند
والاد جراوند ده بالنسبه لك زي اي اوبجكت موجود عندنا عند السيرفس، زي بالنسبه لك الترينز والبايسكلز والكلام ده كله، او اي شخص راح يجيب سوداني مثلا، صح؟ عندك بالنسبه لك اوبجكت ات هايت، اوبجكت بالنسبه لك موجود على ارتفاع معين، زي ما انا كنت دلوقتي موجود في الدور الرابع برمي بلالين ميه على الناس، ولا ممكن اكون موجود ات دبس على عمق، زي ما انا دلوقتي كنت رايح اعمل سنوركلينج ودايفنج في البحر الاحمر. طب انا دلوقتي لما اجي اكتب القوانين بتاعتي هنا وهنا وهنا، انت بالنسبه لك الجي سمول هتبقى هي هي جي كابيتال ام كابيتال، بس ركز معايا بقى، انت الار هنا سمول باور 2 هتستبدلها. انت عندك في الكيس الاولاني لما كنت عند الجراوند يبقى الار سمول هي هي مين؟ الار كابيتال. الله ينور. يبقى انت بالنسبه لك هتيجي كده بكل بساطه وهتقول لي كده، بصوا يا شباب اهو حاجه اكتب كده، تبقى انت بالنسبه لك هنا ار كابيتال كلها تو ذا باور كام؟ 2. طب اشمعنى باور 2 يا مستر؟ لان انت عندك الار سمول هنا واحده ولا باور 2؟ باور 2. يبقى انت بالنسبه لك الار كابيتال هنا كمان ايه؟ باور 2. طب هنا بالنسبه لك الجي سمول تبقى جي كابيتال ام كابيتال على ار كابيتال بلس الاتش كلها تو ذا باور كام؟ 2. طب ليه تو ذا باور 2؟ لان انت بالنسبه لك دلوقتي موجود كده على هايت، على ارتفاع معين. طب انت بالنسبه لك ات دبس يبقى الجي سمول هتبقى هي بالنسبه لك جي كابيتال ام كابيتال على ار كابيتال ماينس اتش كلها تو ذا باور 2. صعبه يا شباب. يبقى انت دلوقتي بالنسبه لك القانون بتاعنا دوت اللي هو الجي سمول ليه ثلاثه كيسز، ثلاث حالات. اول حاله لو انت عندك اوبجكت موجود عند الجراوند، تاني حاله لو انت موجود على هايت، ثالث حاله لو انت موجود على دبس. طبعا مش هاجي في المساله ويقول لك انت موجود عند الجراوند او الهايت او الدبس، لا طبعا الفكره كلها انت هتفهم. دلوقتي جاب لك بالنسبه لك سمكه، اكيد السمكه موجوده على دبس. طب دلوقتي جاب لك مثلا طائر بيطير، يبقى انت موجود على هايت. جاب لك بالنسبه لك شخص رايح المدرسه، يبقى انت ات ذا جراوند ولا لا؟ يبقى انت هتستخدم الكيس الاولى عند الجراوند، الكيس الثانيه لو انت على ارتفاع معين، الكيس الثالثه لو انت ات دبس. طب سؤال بقى شباب، هل دوت بالنسبه لك القانون بتاعنا دايما بتاع الجي سمول بس؟ لا. تخيل كده انا مدرس رخم بتاع فيزيكس وعايز احط امتحان رخم شبهي، قال كل مره يا ابني هستخدم القانون بتاعي اقول لك هات الجي سمول؟ لا يا عم، ده انا ممكن استخدم القانون بتاعي مره كده اقول لك هات لي فيه الجي سمول، ومره هات الجي كابيتال، ومره هات الام، ومره تجيب الار باور 2. طب اقول لك على حاجه، ممكن مره تجيب لي الاتش ولا اتش، يعني ممكن اجيب الهايت مستر او دبس. ازاي بقى؟ بصوا يا شباب، الجي سمول بتاعتك هي ايكوال جي كابيتال مثلا ام كابيتال اوفر ار كابيتال بلس الاتش كلها تو ذا باور كام؟ 2. طب بص بقى، لو انا حبيت دلوقتي اجيب بالنسبه لك الاتش دي من هنا اجيبها ازاي؟ الحته دي كلها على بعضها يا شباب مش تعتبر كلها بالديفايدد؟ تطلع فوق دي ولا لا؟ طب ولما دي تطلع فوق دي تنزل مكانها تحت ليه؟ سيزر وي يا عم. انت دلوقتي لو عايز تجيب دي، اي حاجه عايز تجيبها افتكر دايما الكلام ده، اي حاجه عايزين نجيبها نخليها في سايد لوحدها مع الايكواليتي مع الايكوال، واي حاجه معاك زياده تغير سايد تغير ساين ولا لا. يبقى انت ده كله بدل ما هو هنا يروح السايد الثاني وده هينزل مكانه. يبقى انت تعالى بص معايا كده واحده واحده، يبقى انت عندك ار كابيتال بلس اتش كل الكلام ده تو ذا باور 2 ايكوال جي كابيتال ام كابيتال، ولما دي طلعت دي نزلت مكانها فدي بقت تحت ولا لا. طب السؤال بقى يا جماعه، انت خلي بالك هنا، انت عايز الاتش ولا الاتش باور 2؟ الهايت الواحد الاتش الواحده، يبقى الباور ده زياده ولا مش زياده؟ اي حاجه باور يا شباب بناخد لها الروت، باور 2 سكوير روت، باور 3 كيوبيك روت، اند سو اون. طب انا دلوقتي اخدت روت هنا يبقى لازم اخد الروت هنا ولا لا؟ الروت ده كانسل مع الباور. يبقى انت بالنسبه لك بص القانون في الاخر هيوصل بشكل عامل ازاي؟ هيبقى عندك بالشكل ده، الار كابيتال كلها بلس الاتش اتكنسلت بقى الباور مع الروت ايكوال روت جي كابيتال ام كابيتال اوفر مين يا شباب؟ ها الجي سمول. الله ينور. طب انا دلوقتي بالنسبه لحضرتك لما اجي اتكلم بقى، انا دلوقتي عايز بالنسبه لك هنا كده بالشكل دوت، عايز بالنسبه لك الار كابيتال بلس الاتش ولا عايز الاتش بس؟ الاتش بس. طب انا دلوقتي لو عايز الهايت لوحده، مش الار دي يا جماعه هنا جنبيها بوزيتيف، اي حاجه عايز تجيبها خليها في سايد لوحدها مع الايكواليتي، واي حاجه معاك زياده تغير السايد تغير السايد، بوزيتيف تعدي نيجاتيف، نيجاتيف تعدي بوزيتيف، التايمز بتعدي ديفايدد والديفايد بتعدي تايمز. طب انا دلوقتي دي بالبوزيتيف تعدي السايد الثاني بال ماينس. الله ينور. يبقى انت دلوقتي عندك بالنسبه لك القانون كله بتاع الاتش، الهايت يبقى روت جي كابيتال ام كابيتال اوفر الجي سمول كل الكلام ده ماينس الار كابيتال. طبعا مين الار كابيتال ده؟ الراديوس. مين الجي سمول؟ جرافيتيشنال
فيلد اكسلريشن او انتنسيتي. مين الجي كابيتال؟ جرافيتيشنال كونستانت. الام الماس، والاتش هو الهايت بتاعنا. يبقى انت دلوقتي كده قدرت بالنسبه لك تجيب من القانون بتاعنا الاتش. طيب دوت هنتعامل بيه كبيزك بالنسبه لنا في اي قانون، اي قانون عند حضرتك عايز تجيبه هتشقلبه بالشكل اللي انا قلت لك عليه ده. تمام يا شباب؟ طيب هل احنا كده خلصنا؟ فاضل لنا بس قانون كده دلوقتي. لو حبيت اقارن ما بين الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي بتاعت اتنين اوبجكتس. طيب كلمه كومبيرنج يعني مقارنه، يعني ريليشن يعني ريشيو يعني ديفايد. دلوقتي لما اقارن وزني بوزن حضرتك او حضرتك او عامه، يعني انا دلوقتي وزني مثلا بالنسبه لوزنك، يبقى انا هجيب الماس بتاعي ديفايد الماس بتاعك. طب انا دلوقتي عايز اقارن الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي بتاعت الارث بالنسبه مثلا للمون، يبقى جي 1 على جي 2 ديفايد هتبقى ايكوال مين يا شباب؟ بصوا القانون ده، ام 1 ار 2 باور 2 على ام 2 ار 1 باور 2. طب القانون ده مستر ايه القانون الرخم ده؟ هل احفظه؟ لا يا شباب، انت كده كده اوريدي داخل معاك كتاب المدرسه. تمام، يعني انت كده كده اوريدي داخل معاك الورقه ومعاك كل حاجه انت بالنسبه لك ممكن تحتاجها في الامتحان، فما تشغلش بالك بالمذاكره قوي في القانون دوت. انا عايزك اهم حاجه تكون فاهمه. لو انت فاهم كل حاجه ده بالنسبه لي الاهم. وكده كده ان شاء الله قبل الامتحان هنزل لكم ملخص لكل القوانين وكل الكونفرجن وكل الحاجات اللي انت محتاجها. تمام، يبقى انت دلوقتي تشغل بالك ان انت تبقى فاهم القانون ده. طب انا دلوقتي لما اجي اتكلم معاك واحده واحده واقول لك بالنسبه لك جي 1 على جي 2 جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي بتاعت مثلا الارث، حط لها يا عم اي، يبقى انت جي 1 دي او اي حاجه بتاعت 1 بتاعت الارث اوفر جي 2 اللي هي مثلا بتاعت المون. قال لك الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي بتاعت الارث ديفايد باي المون ايكوال الماس بتاع الارث عشان ده ماس 1 على الراديوس المون باور 2 ديفايدد باي ماس المون تايمز الراديوس بتاع الارث باور 2. مستر انا من الاخر كده اتلخبطت ومش عارف القانون ده اجيبه ازاي. بص يا جماعه، تعالى اكتب لك القانون الاساسي. الجي سمول بتاعتك هي ايكوال بالنسبه لك جي كابيتال ام كابيتال على ار باور 2، صح يا شباب؟ طب انا دلوقتي لما اجي اقول لك الريليشن ما بين الجي سمول والام كابيتال، الريليشن دي دايركتلي ولا انفرسلي؟ ها الناس تفتكر بقى الكلام اللي لسه قايلينه، مش الجي دي كان اوفر 1؟ يبقى الجي مع الام دايركتلي ولا انفرسلي؟ دايركتلي بروبورشنال. الله ينور. طب انا دلوقتي لما اجي اتكلم واقول لك يبقى جي 1 على جي 2 تبقى ايكوال بالنسبه لحضرتك ماس 1 على ماس 2 ولا ماس 2 على ماس 1؟ طالما دايركتلي يبقى الاثنين على بعض هم هم، يبقى ماس 1 على ماس 2 او ديفايدد باي ماس 2. الله ينور. طب دلوقتي لما اجي اقول لك بالنسبه لك الريليشن ما بين الجي سمول والار باور 2، هل دول دايركتلي ولا انفرسلي؟ انفرسلي. الله ينور. يبقى انت بالنسبه لك تقول لي جي 1 على جي 2 تبقى بتساوي ار 1 باور 2 على ار 2 باور 2 ولا ار 2 باور 2 على ار 1 باور 2؟ العكس، صح؟ يبقى انت لو جي 1 على جي 2 تبقى ار مش ال 1 بقى، ار 2 باور 2. الله ينور، عشان دي فيها باور. وهنا بالنسبه لك تبقى ار ال 1 باور 2 ولا لا؟ طب بص كده، ايا كان الاثنين دولت انت جمعت القانون بتاعك، مش الريليشن دي هي الريليشن دي؟ يبقى انت كده بالنسبه لك جبت اخر قانون عشان اقارن ما بين الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي بتاعت اي اثنين اوبجكت، مثلا المون والارث او المارس وارث او الصن والمون، اي اثنين بقى اوبجكت مفيش مشكله. طيب جماعه كل الكلام اللي احنا شرحناه دوت بالتفصيل الممل ان شاء الله هتلاقيه عندك موجود في البوكلت ككلام نظري، وانا هنزل لك البوكلت او المذكره بتاعتنا ان شاء الله مع الفيديو. يبقى انت بالنسبه لك لو حد معهوش مذكره ممكن ينزلها عادي بي دي اف، هلاقي كل الكلام النظري والشرح ده كله باستفاضه وعليه مسائل سولفد اكزامبلز وعليه مسائل ثانيه مش سولفد موجوده ان شاء الله هنحلها مع بعض.